هذه هي الفرصه ديالنا باش يعني نحقوا واحد النتيجه. ما غاديش يكون سهل. حنا عارفين بان الضغط ماشي علينا، الضغط عليهم هما سيرتو في هما الاولى في البطوله. كنتمنى من الله باش يعني نكونوا في الموعد ديالنا ونكونوا يعني نقدموا واحد الصوره يعني اللي كيتسناها كاع الشعب المغربي، اللي واحد المقابله كتكون في المستوى. بطبيعه الحال يعني حنا تمنينا انه يكون في كازا، قدر الله وما شاء. حنايا سيرتو الملعب ديال اولادك، الملعب ديالنا، حيت ديما كنلعبوا فيه يعني كاع المقابلات ديال البطوله الوطنيه كنلعبوا في مدينه اكادير. نتمنى من الله باش يوفقنا ونديروا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضي الجمهور.